ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعملوا بلايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن نوفيكم ب5 مليارات دولار بيان رسمي مصري بعد قرار محمد بن سلمان. قالت الحكومة المصرية في بيان الاثنين أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة صندوق الثروة السيادي للمملكة بيضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى. وجاء البيان بعد أن التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بولي العهد السعودي في الرياض، حيث ناقش تعزيزات العلاقات الثنائية وفق ما نقلت وكالة رويترز. ولم يتضمن البيان أي تفاصيل أخرى عن موعد استثمار الأموال أو طبيعة الاستثمارات أو عدد المراحل التي تخطط الحكومة السعودية لتنفيذ استثماراتها فيها. وفي 2022 تأسست الشركة السعودية المصرية للاستثمار كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتشير ببيانات البنك المركزي المصري إلى أن ودائع المملكة طويلة الأجل لدى البنك بلغت 5.3 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2023. وفي 2 سبتمبر الجاري قال مصدران مطلعان في قطاع الغاز في مصر إن السعودية وليبيا موالتا شراء شحنات غاز طبيعي مثال لمصر بقيمة 200 مليون دولار على الأقل لمساعدتها على تخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها هذا الطيف وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي. وذكر أحد المصدرين المطلعين على ترتيبات الحكومة أن مصر بحاجة لما يقدر بنحو 2 ملياري دولار من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب في الصيف حتى أكتوبر، لكن أزمة العملة الصعبة تعني أنها تفتقر إلى التمويل للتغطية الكاملة لواردات الغاز. وقال إحداهما: دون دعم أصدقائنا في الخليج لم نكن لنتمكن من سداد قيمة تلك الشحنات. وأضاف أن المسؤولين يتطلعون إلى الحصول على تمويل إضافي من دول حليفة. وقال المصدران أن المملكة مولة 3 من أصل 32 شحنة غاز طبيعي مثال اشترتها القاهرة حتى الآن هذا العام تبلغ قيمتها وفقا لإحصائيات رويترز نحو 150 مليون دولار بالأسعار الحالية. وبهذا قد أفيناكم بخمس مليارات دولار بيان رسمي مصري بعد قرار محمد بن سلمان. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، دعمنا بلايك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.